أود بهذه المناسبة أن أهنئكم السيد السفير ومن خلالكم أن أشكر صاحب الجلالة ملك المغرب الملك محمد السادس على مبادرة التضامن هاته للدول الإفريقية الشقيقة وكذلك للمفوضية الإفريقية. أتذكر عندما ترأست مجلس الأمن والسلام وكذلك لجنتكم لجنة السفراء لجنة الأعضاء الدائمين حينها أطلقت نداء لتفعيل صدى التضامن والتعاون بين قادة المفوضية والدول الأعضاء. هذا النوع من التضامن لا يمكن إلا أن ننوه به ونثني عليه، فهو تضامن إفريقي إفريقي. هناك بعض الدول الإفريقية التي تعاني في ظل هذه الأزمة، ومبادرة الملك محمد السادس جاءت في وقتها المناسب، ولا يمكن إلا أن نشيد بها ليس فقط على مستوى القادة، بل حتى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي والمفوضة المسؤولة عن تدبير جائحة كورونا يشكرون السلطات بالمملكة المغربية، ونتمنى أن تكون هذه المبادرة مثالاً للدول الإفريقية الأخرى، فكما قال السيد السفير هي منتجات صنعت في إفريقيا وبالضبط في المغرب.